بالنسبة ل لا أحكي بالنسبة للمواطنين، ماذا بينا نوع من أنواع التقليل في الكونتيتي تاع الديشي ومن بعد ندخل في التسمية. احنا وهنا ندعو المواطنين باش يعملوا على التقليل من الفوادر، وخاصة الفوادر العضوية. احنا عندنا إن شاء الله المشروع متواصل، وإن شاء الله سيقع البدء في مشروع للتسميد الفردي للفوادر والتسميد في مركز للتسميد. دونك احنا ندعو المواطنين باش يقع الفرز، يقع الفوادر العضوية، يتحطوا على حدة. ثم اللي تقع رفعها من طرف البلدية ويقع تسميدها، سيقع تسميدها في مركز تسميد، ولا باش نحاولوا نوزعوا حاويات للتسميد الفردي على بعض المنازل اللي ممكن انه عندهم على اماكن، خاصه المنازل اللي فيها حدائق يمكن استغلال الحاويات للتسميد الفردي، الفوادر المطبخ ولا فوادر الحديقه. التسميد هي عمليه سهله، هي عمليه تخمير الفوادر العضويه في اماكن معينه باستعمال التهويه الاصطناعيه لتنقيص من مدة التخمير، وفي ظرف شهرين إلى 3 أشهر يقع إنتاج سماد يمكن استعماله في الحدائق ومية في الأراضي بالنسبة للإنتاج الفلاحي، وهكا نقضيه على الفوادر الأجنة والفوادر العضوية. خاطر سيرتو الفوادر العضوية المتأتية من المطابخ، من النزل، من المطاعم، اللي هي اللي تمثل إشكاليات كبيرة في معالجتها، خاصة اللي يقع ردمها. وعندما تتخمر نعرف أنها تقوم بإفراز غازات سامة وتتسبب روائح في المصبات، ولكن الإشكالية اللي موجودة تو في معالجة الفوادر العضوية في المصبات، والإشكالية خاصة في الروائح في إفراز الغازات وهي الغاز الميتان. وشكرا.